بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذه القضية الخطيرة كثير منا يغفل عنها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا من خطورتها. أنا سأتأمل اليوم معكم هذا الحديث العظيم الشريف، وينبغي أن نتدبره لنحذر من هذا المصير، لأنك قد تقوم بعمل بسيط تظنه بسيطا ولكنه عظيم عند الله. انظر أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الرجل قوما حشر معهم. إذا أحب الرجل أو لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم، لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. وفي حديث آخر معروف: المرء مع من أحب يوم القيامة. طيب، ماذا يعني هذا الكلام؟ بكل بساطة، أنك قبل أن تحب إنسان ينبغي أن تنظر إلى مصيره، لأنك ستكون معه. وسأعطيك مثال بسيط جدا يمكن أن نفهم منه خطورة هذا الحديث. أنت الآن تريد أن تذهب مع فلان في عمل، في رحلة، في سفر، في دراسة، في سكن. طيب، إذا كان هذا الشخص لص مثلا، هل تجلسه في بيتك؟ لا. إذا كنت تعلم أن هذا الشخص عدو لك يريد لك الشر، هل تجلسه في بيتك؟ طيب، مثال آخر: إذا علمت أن هذا الشخص ملاحق من قبل الدولة لأن لديه مثلا جرائم، هل تتحمل مسؤولية وتضعه عندك في بيتك أو ترافقه، أم أنك تهرب منه وتتجنب الشبهات؟ طيب، هذا مثال بسيط نحن نطبقه يوميا، أننا نحذر من أي إنسان مطلوب للعدالة مثلا، أو مجرم أو سارق أو لص. طيب، القضية هنا أخطر بكثير، لأنك يوم القيامة لن تجد أحدا أمامك إلا الله سبحانه وتعالى، ولن ينفعك مال ولا بنون، ولن يستطيع أحد أن ينفعك بشيء إلا العمل. عملك هو الذي ينفعك. وبالتالي أخي الحبيب، عندما تحب شخصا فينبغي أن تنتبه لسلوك هذا الشخص. طبعا أنا غير مطلوب مني أن أكره الناس، أنا لا أكره أحدا، أنا إذا كرهت أكره سلوك لدى الناس. أما الشخص بحد ذاته مكرم، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا من ليس المؤمنين وليس المسلمين أو المتقين، لا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن بمجرد أنك إنسان أنت مكرم عند الله، لذلك خلقك لأنك مكرم. فنحن لا نكره إنسان لأنه بشر أو لأنه أسود أو أبيض أو أحمر أو من جنسية معينة، لا لا لا. الإسلام يعلمنا أن الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فأنت كمسلم هنا يعلمك النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيكون مصيرك يوم القيامة أنت مع من تحب. يعني أحيانا إنسان يتعرف على مجموعة من الملحدين، هؤلاء قد يكون لديهم نوع من الشذوذ، قد يشربون الخمر، قد يعني يمارسون الزنا والفاحشة والعياذ بالله. طيب، نحن نعلم أن من يرتكب أن هذه أولا جرائم في حق الله، والله هو الذي يحاسب لسنا نحن، ولكن أنا بالنسبة لي أنا يجب أن أفكر بمصيري في المستقبل، مع من سيكون.
فمن هنا ينبغي أخي الحبيب أن تختار الأتقياء الأنقياء لكي تحبهم. الله تبارك وتعالى يقول الأخلاء الذي يخلون، يعني يخلو شخص بشخص، يعني من شدة محبتهم أنه يخلو به، يعني ينفرد به، فتجدهم مع بعض، أسرارهم مع بعض، السهرات مع بعض، الكلام، يتسامرون طوال الليل. هؤلاء الأخلاء، يعني يريد القرآن أن يعبر لك عن شدة محبة هؤلاء لبعض. يقول الأخلاء يومئذ، يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني تخيل أن لك صديق من، يعني تحبه كثيرا، قد تخبره بأسرار لا تخبر بها زوجتك أو أهل بيتك من شدة محبتك له وتعلقك به. هذا الإنسان سيكون عدوا لك يوم القيامة إلا المتقين، إلا إذا كان تقيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طيب، إذن أنا بناء على هذا الحديث، وأنا أحدثك عن نفسي شخصيا، أنا إذا رأيت ملحد واستيقنت أن سلوكه يأخذه إلى النار والعياذ بالله إلا إذا تاب، أنا أتعاطف معه، أحب له الخير، أحاول أن أقدم له نصيحة، ولكن أنا لا أحبه، لأن محبتي له يعني أنني أحب سلوكه تماما. نرجع للمثال السابق، هناك شخص بلطجي يغتصب، يسرق الناس، يسرق، يؤذي الناس، لديه سلوك إجرامي. أنا طبعا أكيد لن أحبه، لن أحب سلوكه هذا، ولن أقتدي به، ولن أرضى أن يكون رفيقا لي. مهما كنت سيئا سأتجنب هذا الإنسان، ولكن بنفس الوقت أنا أتعامل معه. إذا كان لدي تجارة وجاء ليشتري شيء أبيعه، أنا ليس لي علاقة بسلوكه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لاحظت أخي الحبيب، يعني النبي هنا عليه الصلاة والسلام أراد أن يوسع نظرتك أخي الحبيب، أن مصيرك يجب أن تفكر بمصيرك يوم القيامة وليس في الدنيا. يعني إنسان غني، كثير من الناس يقول يعني فلان ما شاء الله غني ولديه المال ولديه هذه الثروة ولديه هذه المتعة وهذه الشهرة أو هذه السلطة أو كذا، يا ليتني معه، يا ليتني أكون مثله، يا ليتني. يبدأ يحب هذا الشخص ويبدأ يقلد هذا الشخص، سلوك هذا الشخص، على أمل أن يكون مثله. هذه المحبة ماذا تفعل بك أخي الحبيب؟ يعني لماذا حذرنا النبي من ذلك؟ لأنك عندما تحب شخصا تحاول أن تقلده. انظر إلى من يحب فنان مثلا، يقلده في لباسه، في طعامه، في حركاته، في كلامه، يتمنى فقط أن يتصور معه، يأخذ صورة مثلا، يتمنى أن يقترب منه، أن يكلمه، يشعر بالفرح، بالسرور، بالفخر. طيب، هذا الإنسان الفنان، بغض النظر أنت هل تعلم ما هو مصيره؟ هل تعلم هذه الأموال التي جاء بها حلال أم حرام؟ هل تعلم كيف سيموت؟ أنت لا تعلم. فلذلك أخي الكريم، يعني كن محبا لكل مؤمن تقي، وتذكر هذا الحديث، المرء مع من أحب يوم القيامة، وإذا أحب رجل قوما حشر معهم. مباشرة دماغك ينبغي أن يذهب إلى الآخرة، كلنا سنموت، ممكن أنت أو أنا أموت في هذه اللحظة، ماذا حققت؟ ولا شيء. فإذا
خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا أن نحب الصالحين لنقتدي بهم بأعمالهم في فعل الخيرات، نقتدي بهم بأعمالهم في الصدقات، في الصلاة، في الزكاة، في مساعدة الناس، في حب الخير للناس، في الكلام الطيب. هذه هي القدوة التي أمرنا الله بها، فبهداه مقتدي، يعني بهدى هؤلاء الأنبياء الكرام اقتدي أيها المؤمن إذا كنت مؤمنا، اقتدي بهذا النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مثال، يعني نقتدي به، مثال نحتذي به سلوك النبي، كيف كان يفعل النبي. أنا عندما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أتأثر بسلوكه، بينما إذا أحببت مثلا أبا جهل سأتأثر بسلوكه وبأخلاقه وبجرائمه وبعدائه للنبي وبكفره وإلحاده. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا يوم القيامة مع المتقين والصالحين والنبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله. حتى يتبين لهم أنه الحق.